هذا يعلن السيد الحكم بن غزال عن نهاية هذه المقابلة بفوز فريق مولودية الجزائر بكأس الجمهورية، وهكذا يسلم السيد الرئيس الكأس لقائد الفريق الفائز زبير باشي. هنيئا للفريق الفائز ومزيدا من التقدم بالنسبة لفريق اتحاد الجزائر. اتحاد الجزائر اللي ضيع الكأس وضاع أمله كذلك في الصعود للبطولة للقسم الوطني، ضاعت منه البطولة الجهوية في هذه الأسابيع الأخيرة. Bacia, bacia.